بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله نبدأ وعليه نتوكل ومنه دائما نطلب السداد والتوفيق والنجاح. مشاهدينا الكرام، حضرنا الأعزاء، تتواصل الانطلاقات من أرضية هذا الميدان، ميدان الشحانية لسباقات الهجن العربية الأصيلة ضمن هذا المهرجان، مهرجان المؤسس وفي أول أيامه انطلاقة سن الحقائق. وعلى بركة الله ينطلق شوطنا الخامس عشر الخاص بالابكار الحقائق. مسافتنا هي الاربعة كيلو مترات. نتمنى التوفيق لجميع المشاركين. نذهب مع الصدارة مع المركز الاول التي خذت المركز الاول مع الصدارة مع المركز الاول جوهر منتاتي ابراهيم بن جابر بن عبد الله بن عبد الرحمن المفتاح مجاتي مع المركز الاول، بينما ثاني المراكز والثاني التحديات. مشاهدينا الكرام، مشاهدينا الاعزاء، من ياتي مع واللي غير مع المركز الاول مع الصداره مع الانطلاق الاول. ما شاء الله، من ياتي مع المركز الاول مع هذا الانطلاق الجميل، الانطلاق المثير. يا سلام، الصدارة المقدمة تغيرت بقيادة الشاهينية محمد بن علي بن محمد بن راشد بن ديرة المري. من ياتي مع المقدمة مع الصدارة، بينما ثاني المراكز وثاني التحديات. من ياتي مع المركز الثاني، من ياتي مع هذه التحديات وهذه الانطلاقات. مشاهدينا الكرام، مشاهدينا الاعزاء، من ياتي مع هذا التحديات وهذه الانطلاقات. هناك من يتسلل، من ينطلق مع هذا المركز الثاني مع ثاني التحديات ومع هذه الانطلاقات. اذا هناك ثقه من تاتي، عبد الرحمن بن سليمان بن صالح بن حمد المغيري، من ياتي مع المغير العتيبي، من ياتي مع المركز الثاني، بينما حصل دخول على المركز الثاني. وهناك التغييرات السريعه من قبل لوف منتاتي السعيدة بن محمد بن حمد بن حسن المري، مغير الى ثاني المراكز ليعلن انطلاقاته في هذه التحديات، بينما ثالث المراكز وثالث الانطلاقات ثقه عبد الرحمن بن سلمان بن صالح بن محمد المغيري العتيبي، من ياتي مع المركز الثالث، بينما رابع المراكز رابع الانطلاقات. مشاهدينا الكرام، مشاهدينا الاعزاء، مشاهدينا اذا المشاهدين الكرام، هناك التواجد، هناك الانطلاق وهناك التحديات. جوهره ابراهيم بن جابر بن عبد الله بن عبد الرحمن، من ياتي مع المركز الرابع، بينما خامس المراكز التحديات. هناك التواجد سمحه كرامه بن عيضه بن سالم العامري، من ياتي مع المركز الخامس. اذا جاينا للخمس المراكز المتقدمه في هذا الشوط. نعود الى الصداره، نعود الى المركز الاول، نعود الى الانطلاق المثير مع الصداره مع المركز الاول. يا سلام يا سلام، المقدمه هنا نوف منتاتي مع المقدمه مع الصداره سعيد بن محمد بن حمد بن حسن المري، من ياتي مع المركز الاول مع هذه الانطلاق المثير مع هذه التحديات المثيره. يا سلام يا سلام، بينما حصل دخول على المركز الثاني والتحديات. هناك الشاهينية محمد بن علي بن محمد بن راشد الديلة المري، ولكن من القادم من المتحدث 800 متر الأخير هنا مع الصدارة مع المركز الأول، انتقل إلى المركز الأول نوف من تستحق النداء مع المركز الأول مع التحديات. نوف سعيد بن محمد بن حمد بن حسنة المري، من ياتي مع المركز الأول مع هذه الانطلاقة الجميلة 600 متر الأخير، وجولة الانطلاقات المثيرة هنا مع الصدارة مع المركز الأول مع هذه الانطلاقات. نوف 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 مع المقدمة مع التحديات مع الصدارة مع الانطلاق المثير مع هذه الانطلاق، ولكن أرى الشعارات بدأت تزحف إلى المقدمة إلى الصدارة إلى الانطلاق الأول. تبدلت الصدارة بقيادة الشاهينية محمد بن علي بن محمد بن راشد بن دير المري. سلام، غير مع المركز الاول، انتقل مع الصدارة مع المركز الاول. الله الله، وين السلامات القمري؟ وين الانتقالات؟ وين التحديات؟ يا سلام يا سلام، الصدارة. اذا مشاهدينا الكرام، مشاهدينا الاعزاء، الامتار الاخيرة، الامتار المجنونة، لمن الفوز؟ لمن الناموس؟ اذا مشاهدينا الكرام، بنزف التهاني والناموس، بنزف التهاني مالك الشاهينية محمد بن علي بن محمد راشد بن ديلة المري، تهانينا والناموس. المركز الثاني مشاهدينا الكرام، وصل الثاني المراكز مركز نوفا ملكة سعيدة بن محمد بن حمد بن حسنة المري، والمركز الثالث
المركز الثالث اذا مشاهدينا الكرام، ثالث المراكز، ثالث التحديات مشاهدينا الكرام، ثالث المراكز ثلاثة. إذن هناك مع الزملك صالح بن محمد بن عاف بن عطفة الرشيدي، إذن والمركز المركز الرابع، المركز الرابع إذا مشاهدي الكرام وصلت نهب ملك سليمان بن سلامة بن سليمان فيده الجهني، والمركز الخامس إذا مشاهدينا الكرام المركز الخامس وصلت مشاهدينا الكرام مشاهدينا الاعزاء وصلت جوهرة ملك ابراهيم بن جابر بن عبد الله بن عبد الرحمن. اذا نعود بالتهنئة، نعود بالتوقيت الزمني مشاهدينا الكرام مشاهدينا الاعزاء، التوقيت من هناك المصاحب هناك نزوة توقيت تزمني مشاهدينا الكرام 6 دقائق 11 ثانية و 59 جزء من الثانية. المركز تهانينا للمرة الثانية هذه سالي رماح. مشاهدي الكرام هناك نزوة هزاع بن ناصر بن صرود الكيلي، التوقيت الزمني مشاهدي الكرام هناك تهانينا لسعيد بن محمد بن حمد بن حسنة المري، تهانينا على هذا الفوز وعلى انتصار المركز الثاني. إذن مشاهدي الكرام جواهر هناك تهاني للتوقيت الزمني 6 دقائق و 13 ثانية و 47 جزء من الثانية. محمد التهاني لمحمد بن جمعة الغفري والمركز الثالث. إذن تهانينا والناموس لجميع الفائزين.